الآن سوف نشرح برمجة التايمر، كيف تطبيق البرامج وكيف تعديلها وكيف طريقة التشغيل والإغلاق. بسم الله. طبعا عن طريق منيو. طبعا احنا سابقا برمجنا الوقت، تعرفني كيف نبرمج الوقت. الآن الساعة 12:57 وعندنا اليوم الأحد، والتايمر أوف والنظام أوتو يعني أوتوماتيك. طبعا الآن سوف نبرمج البرنامج الأول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط على مفتاح منيو. لاحظ أن البرنامج الأول واحد أون، يعني هذا تشغيل أول تشغيل البرنامج. راح يكون الساعة 13:35، يعني الساعة 1:35. البرنامج شغال 24 ساعة، مو 12 ساعة، 24 ساعة يعمل تشغيل الوقت ومراقبته. من هنا نستطيع أننا نغير البرمجة، نقول أوكي مثلا، ونبدأ نشوف اليوم متى يشتغل. يوم الأحد نقدر نحط الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، فكل أحد راح يشتغل المؤقت الساعة 1:35، وحيكون التشغيل وضع التشغيل. وضع الإغلاق نضغط مفتاح بعد ما نخلص برمجة الوقت. الآن نقول يوم الأحد، ومن هنا نقول أوكي، ونبرمج الساعة مثلا الساعة 1:35، ونقول كذلك أوكي، ونغير الدقائق كذلك ونقول أوكي. بعد ما نخلص نضغط على الأوف، متى يطفي. طبعا الإغلاق الجهاز راح نذهب إلى أوكي. عندنا كافة الأيام ظاهرة هنا، احنا نحتاج الأحد لأن احنا برمجناه على يوم الأحد، فنخلي يوم الأحد فقط هو اللي شغال الواحد، على أساس أنه البرنامج يشتغل الأحد ويطفي يوم الأحد. الساعة 1 كان قبل شيء 1:35، الآن نقول الساعة 1:45. مضبوط 1:35 يشتغل، 1:40 يطفي الجهاز على مدة 5 دقائق، نقول أوكي. الآن تمت برمجة المبرمج الأول، يشتغل الساعة 1:35 يوم الأحد، ويطفي الساعة 1:40 كذلك يوم الأحد. نقول الآن نطلع طبعا أوكي على أساس نعتمد الشغل، ومن ثم نقول المنيو وخلاص. هذا ما يحتاج، نقول هذا طبعا عداد تنازل ما يحتاج أننا نعمل عليه، نحتاج يشتغل على المؤقتات. نقول أوكي، انتهت الآن البرمجة. الآن البرنامج طافي أوف والوضع أوتوماتيك. الساعة الآن 12:59، يعني الساعة 1:40 تقريبا. فإذا عندما تكون الساعة 1:35 يبدأ يشتغل، يعطيني هنا أون، وعند 1:40 راح يعطيني هنا أوف أوتوماتيك من واحدة. كل يوم أحد راح تكون بهذا الشكل. نحتاج نبرمج المبرمجة الثانية كذلك. نروح هنا الساعة 1 الآن للتأكيد بس، الساعة 1 الآن ويوم الأحد والأوف. راح نعمل برمجة بسيطة على تقريبا الساعة 1:05، نشوف كيف يشتغل وكيف يغلق الجهاز. نعمل على البرنامج الثاني، نقول برمجة. هذا البرنامج الأول قبل شوي ضبطناه، نقول أوكي. نروح لهذا الأيام، طبعا نرجع زي ما كان يوم الأحد، نقول هنا أوكي عشان نطلع من البرنامج هذا. رجعنا ثاني مرة للوقت، نقول البرنامج الأول لازم يكون أشير هنا، ما يكون أشير فوق ولا في مكان ثاني عشان تغير. البرنامج الأول أون الساعة 1:35، البرنامج الأول يطفي الساعة 1:40. الآن نروح للبرنامج الثاني، نقول أوكي. إذا كان يأشر هنا سو أوكي، بدت الأيام عندك. إحنا راح نحط يوم الأحد فقط عشان نعمل تجربة. نقول أوكي عشان ينزل الساعات. حط لنا الساعة 1، طبعا 1 يعني 13، ما هو 1 يعني 1 الفجر، 13:05. بعدين نقول أوكي عشان نتبرمج. خلاص أوكي، الآن بدأ يأشر هنا. نروح للمؤشر الثاني، المؤقت الثاني، نقول أوف. متى يطفي؟ نقول نفس الشيء يوم الأحد. أوكي الآن الأيام بدأت تأشر، حط يوم الأحد اللي هو ساندي اللي هو فوق هنا. أوكي عشان ينزل الساعات، نقول 13
13 واحنا هذا قبل شوي حطينا 5 دقائق، حط مثلا 6 دقائق. هذا وقت الإغلاق، بعدها أوكي خلاص نطلع من البرنامج الثالث، ممكن نضغط هنا وبرمج الثالث الرابع والخامس كله إلى 16 برمجة نستطيع أن نضبط الجهاز، ومن ثم نقول خلاص منيو للخروج خارج البرنامج. الآن 13 دقيقتين، جاء 13 و5 دقائق راح يشتغل البرنامج، 13 دقائق راح يطفي البرنامج. نتأكد ثاني مرة، 13 دقيقة هذا البرنامج الأول، وهذا إقفال البرنامج الأول. البرنامج الثاني يشتغل 13 5 دقائق ويغلق 13 6 دقائق. منيو للخروج. طبعا عشان نشغل البرنامج مثلا احنا الان نحتاج ان نشغل، ما ننتظر البرنامج نشغل، راح نضغط هنا الان هو اوف اوتو، لكن انا محتاج ان اشغل مثلا يدوي، لتشغيل اليدوي اضغط هنا، لا سوف تلاحظ انه الان اوف راح يكون اون، يشتغل البرنامج معك على طول مباشرة للمؤقت القريب يشتغل معك. اذا حجيت احتجت انك تطفي ارجع ثاني مرة اوف اوتو خلاص، تبي تطفي الجهاز مرة واحدة بحيث ما يشتغل اي مؤقت عندك خله اوف، ما راح يشتغل اي شيء نهائيا عندك. احتجت انك تخليه اوتوماتيك حطه اوف اوتوماتيك، بحيث انه اذا جت الساعة زي ما قلنا 13 و5 دقائق يشتغل هنا اوتوماتيك، واذا جت 6 دقائق تلاحظ هنا في الشاشة راح يظهر اون، اذا جت كذلك 13 6 دقائق راح يفصل الجهاز. وبهذا الشكل تمت عملية البرمجة. طبعا في توقيت صيفي وشتوي، يعني اذا حبيت انك تاخر جميع البرمجة لمدة ساعة مجرد تضغط على مفتاح هذا، الان الساعة 13 5 دقائق، لتأخره مدة ساعة لتوقيت الصيفي والشتوي اضغط هنا وتتأخر كل المؤقتات عندك لمدة ساعة. الحاجة الثانية، اذا احتاجت انك تعيد البرمجة كامل بدل ما تروح كل برنامج تطفي وتشغل، اضغط على مفتاح ريست بدبوس ولا باي شيء يعمل على اغلاق مسح جميع البرامج الموجودة وتصفير الساعة، وكانك شاري الجهاز جديد، وبالتوفيق ان شاء الله. الان ننتظر تقريبا عندنا نص دقيقة نشوف طريقة عمل الجهاز اللي هو الاوف والاون، وكيف يشتغل معنا وكيف يوصل معنا كذلك، بحيث انه يكون شيء واقعي وعملي وتطبيقي كذلك. الجهاز ممتاز جدا ويتحمل العوامل، وطبعا يفضل الجهاز انه يوضع في مكان مثل في غرفة او في مكان بعيد عن الشمس، لان الشمس تأثر على الاجهزة. الان قربنا للتوقيت، لاحظ الان ايش راح يصير هنا على اوف اوتو عندما تكون 13 5، شوف تغيرت الى اون 13 5 دقائق. هذا المؤقت الثاني اشتغل معنا الجهاز اللي مشبوك هنا، اي جهاز شابكين هنا راح يعمل معنا، مثلا لمبة ولا سخان ولا اي شيء راح يعمل عندنا الان، او مكيف مثلا ذا قدرة قليلة مش يعني قدرة عالية بحيث انه ما يتحمل الجهاز. الان اذا وصلنا 13 و5 دقائق راح تلاحظ ان الان هذه اختفت صار رجعت اوف، لان المؤقت عندنا البرمجين على 13 و6 دقائق. مثل ما ذكرنا سابقا الجهاز يكون في مكان ظل بعيد عن اشعة الشمس والغبار والعوامل الجوية للمحافظة عليه ولاستمراريته عندك. طبعا الجهاز المخرج هذا بامكانك تشبك عليه توصيله وتشغل كذا جهاز بحيث تشغلها كلها مرة واحدة، وطبعا عمله نقطة واحدة، ما راح يشغلك كذا جهاز بنفس الوقت، يشغل جهاز واحد في وقت واحد. الآن لاحظ الوقت قرب، ايش راح يصير هنا عندنا اون، راح تقلب الاوف، قلبت الاوف لنا 13 6 دقائق. وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.